التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي جانبا من اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تعقد بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية. وأكد الرئيس السيسي حرص الدولة على اتباع أعلى المعايير العلمية والفنية لانتقاء أفضل العناصر والكوادر البشرية للوظائف العامة بعد اجتيازهم للتدريب والتأهيل الشامل. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي اطلع على منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية التي ترصد البيانات الخاصة بالمتقدمين وما حققوه من نتائج أثناء تأديتهم مراحل الاختبارات المختلفة وحتى وصولهم إلى المرحلة النهائية. كما أجرى الرئيس السيسي حوارا مع المتقدمين للتعرف على رؤاهم وأفكارهم بشأن الوظائف للمتقدمين للالتحاق بها والجهود الجارية لتحقيق التنمية في جميع القطاعات بالدولة. أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن انفجرافات تسلط الضوء على الجهود المتواصلة لتعزيز حزم الحماية الاجتماعية والأعمال الخيرية والمشاركة الموسعة من قبل الجمعيات الأهلية في مصر. وتناول أيضا التقرير الحزمة المالية لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات ومعاش تكافل وكرامة لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث تبلغ التكلفة التقديرية لها 190 مليار جنيه، منها 40 مليار جنيه خلال 3 أشهر بدءا من إبريل 2023 وحتى يونيو 2023. أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي الناتو يانس ستولتنبرغ أن فنلندا ستنضم رسميا إلى الحلف اليوم. وقال ستولتنبرغ أن فنلندا ستصبح دولة كاملة العضوية في الحلف وستشارك في كافة اجتماعاته، مشيرا إلى أن فنلندا ستقدم للحلف قوات مدربة ومعدات وعددا كبيرا من قوات الاحتياط. وأوضح الأمين العام للناتو أن حدود الحلف البرية مع روسيا ستتضاعف بانضمام فنلندا للحلف، مضيفا أنه لم يرى حتى الآن أي تغير في وضع روسيا نوويا. أعلنت قيادة سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أرسلت 17 طائرة مسيرة لمهاجمة منطقة أوديسا المطلة على البحر الأسود. وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في مدينة أوديسا يوري كروك إن المنطقة تعرضت لهجمات بعدد من الطائرات المسيرة وأن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 14 منها. أعلنت الإدارة الأمريكية أن واشنطن ستقدم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا هذا الأسبوع. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي خلال مؤتمر صحفي إن تلك المساعدات سوف تتماشى مع ما قامت به واشنطن في الأسابيع الأخيرة فيما يخص تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالذخيرة التي تحتاج إليها للتحضير للعمليات القتالية العنيفة المتوقعة في الأسابيع أو الأشهر القادمة، خاصة مع تحسن ظروف الطقس. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الولايات المتحدة وحلفائها يحاولون إثناء الشركات الأفارقة أو الشركاء الأفارقة عن المشاركة في القمة الروسية الإفريقية في شهر يوليو المقبل في بطرسبورغ. وشدد لافروف على أن روسيا لديها ما تقدمه لأصدقائها الأفارقة بما في ذلك ما يتعلق بضمان أمنهم القومي وتلبية احتياجاتهم في المجال الإنساني. وأوضح لافروف أنه خلال القمة سيتم طرح موضوعات مثل نقل التكنولوجيا وتطوير الصناعة والبنية التحتية الحيوية في القارة. في
فاز فريق أنبي على مضيفه حرس الحدود بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهم على ملعب حرس الحدود في إطار الجولة 23 من الدوري الممتاز. وفي نفس الجولة على استاد الإسماعيلية تعادل سيراميكا كليوباترا مع مضيفي الإسماعيلي بهدف لكل منهما. بهذا التعادل رفع سيراميكا رصيده إلى 27 نقطة في المركز العاشر مؤقتا، بينما أصبح رصيد الإسماعيلية 20 نقطة في المركز الرابع عشر مؤقتا. مشاهدينا انتهى موجز التاسعة، وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.